جماعة هذا شوية أشوف نحن بدل يندثر أشوفه لا زاد. مو هو هذا، هو هذا اللي سارين عند مطوع وضرب فلان وضرب فلانة ومرض فلان. هذا ما يخلص فلان. بالدنيا يا أخي ناس وصلت القمر. أنتوا بعد هذا الحسد قاتلكم، لا تمرضوا أولاد الناس، لا تقتلوا أولاد الناس بسبب الشعوذة. ناس تعبت والله، ناس تعبانة. هذا ترى تأخذوها فرقة بكم إلى يوم القيامة، هذاك المريض أنتوا حسابه بيجي فرقة بكم. أبوي بس تعبوا إنسان مسكين ما إلا ذنب مسكين. تحت الجدران يخششوا. ويخبرني واحد يقول أنا جاي طالع، يقول في صبح يقول قيد جداري من ثقب من تحت، كنا حد قال لي يقول وليد ويطلع لي يقول ما طير ومو مدفون إلا داخل ومخشوش إلا 600 حرف. قلت له يمكن أنت ضاد حد، قال والله العظيم إني ما ضاد حد. وقلت اللهم مسامحنا، قلت له لا تقول مسامحنا، قل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا بغيت تدعي له بالهداية، إذا ربك هدا بعده هدا ما هدا قل له حسبي الله ونعم الوكيل. سارين بيت فلان شال تراب معاها على دخلتها كبتهم، زين انتي مو مستفيدة. صح مو مستفيدة، تضر انسان ما زين. تعاونت مع الشغالة بينك وبينه شيء، واقها يا اخي واقها، ما رجولة ولا نسوة ذي ما فيها حتى حريم اكثر من ذي. والرجال نوبة تابعين سارته على الشغالة، هذا يوصلنا ترى، هذا حقيقة انا اتكلم فيه. عطتها 5 ريال يوم يتمشطن لبنيات ولا مدام تتمشط جيبي شعرش. شوف الأوليين عندنا أمهاتنا ذيلا كانوا يوم يتمشطوا له يطويوه من الشعر من المشط ويضموه، ما يعقوه كذا. لا حد يشيل عادات تقاليد قديمة عرفن تولى. سارت الشغالة جابت ذاك الشعر مال ذيك البنت ولا وضروها سووا لحية وربطوا لها، ولا جيبي لنا ثار وضروا ذيك البنية ما إلها ذنب مسكينة ولا ذاك الولد أبوها وأمها، ما بقوا مكان، ما بقوا بلاد ما يعالجوها البنية، ما بقوا معلم ما سار. وعاد معالم أبو ما نقول معالم أبو زينين، نقول معالم ذيلة أبو جيب لي ديك حمر شمر وخضر، جيب لي ديك مكراني صام بحبح مكراني بياكل باب المرجوع، جيب لي قدي عفواده داير على قدي، جيب لي قدي عماني طالب إيه قدي عماني طالب منه بطنك ما طالب منه حال لوادم شل ذاك الدم رشه وسوابه وما دريمه وكله دقل في دقل بو هو زين والله العظيم. وذيك الفقيرة مريضة طايحة يعني ما زين شيء. شوف أنا أعطيك قصة واحدة لا دخلا حريم زين، هذا جد والله جد أنا حاضر عليه، دخلا حريم بيت تيس أسود بجيب أحد بيت تيس أنا دخلا بيت. شوف يا أخي هذا خطير يا أخي، حيث أن الحسد والقلب دخلا بيت وهي حرمة هادية. هذا أنا أقول لك عن واقع، ما أقول لك عن فلان ابن فلان. جميل، وبيت كبير الله معطنها وراح خير. هذا قاما يدورا في البيت يدورا مو متفولا عند قصص يا أخي وترسا كروش. يوم جين طلع انطشت واحدة منها قالت له فلانة ما شاء الله عادي كل ما شاء الله ما من الفواد ترى له من الفواد ما بتنصاب الحرمة. شوف بيتش كيف هادي وكبير كنا قصر وانتي اعصابش، شوف اعصابش هادية وباردة كماش انتي ما حد مرتاح في عمان. طلعوا ذيله منه ما كملت ساعتين زمان الحرمة بطاحت صداع صداع صداع، رقدت في الليل مقع راسها من الصداع، قامت لعيون بهنتين حولات هنا وهنا ضربة، لا بقوا مستشفى لا بقوا معلم لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى بوت شوفوا قالوا لهم من حرمة حاسدة فيها عين ضربتها. خاتمة الكلام ما بطري الشيخ أحد من مشايخنا من عمان ما سوى شيء، عطاها مقراي فيه لوجه الله سبحانه وتعالى ماي لا نريد منكم جزاء ولا شكوى بل نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. قرأ في ذاك الماء قال شلو قول وحده من خبشت بهذا وكبيته في راسي كأنك تقول شيء برد في راسي. قامت الصبح عيونها ردت سبحان الله. ما قال جيب لي تيس في قرنين في كدف عود وفي لحم وبندفنه هنا. انزل حضري علي شوفي يدفنه ما يدفنه يدفنه في ذا التنور كيف ينقع غازات يسوي له يدفنه هنا قوطي سمنة وبعده قوطي سمنة بيضرب علي وبيترع وانتي تتقلبي في البيت ويذا التيس
قال شيخ الحرمة ما صحت، قال قرعة جيبوا لها ثور هالمرة. ايه لقموهم انتو تو ديك. عرفنا معالمتنا يطلبوا دجاجة سودة، يطلبوا شاتيس ثور، يطلبوا. لكن دي جديدة نوبة باغي وزة، هذا مو من علم باغي وين وزة. وزة هي وز هنتين سودات. الله، يعني هذا مو من علم بوي با يمكن هذا بيربيهن. هي وزة. أنا هذا ما سمعنا في بعضنا يسوي حيدة يذبح ديك، هذا باغي وزة بيربيهن ملوخية. خلوا بالكم، يقولكم وزة، يقولكم أرنب، ويقولكم طاووس، هذا بيربيهن صار. شلوله تمسح.